أستاذ صفاء اللامي الخبير القانوني من بغداد، أهلا بك. يعني استأنس برأيكم فيما يتعلق بالتعديل على يعني محتوى قانون العفو العام، وهل يسمح ذلك القانون، رغم أننا يعني قرأنا حقيقة يعني بشكل شخصي ذلك التعديل يعني حتى ما إلى قيمة، يعني بكل الأحوال هذا التعديل ما إلى قيمة، ويعني كل من يطالب اليوم أو يدفع باتجاه إقرار التعديل لقانون العفو العام يعني حقيقة عليه أن يراجع نفسه، لأن ولا مظلوم سيستفيد يعني من ذلك التعديل. نعم، مرحبا بك ست سؤدد، ومرحبا بضيفيك الكريمين، ومرحبا بمشاهدي ومتابعي قناتكم. بدءا طبعا أنا أسجل إعجابي بالمقدمة اللي قدمتي لها في بداية الحلقة، بس أحب الضيفين عليها ولا اللي مدللين عند الحكومة وتخرجهم بعفو خاص مثل العفو الخاص اللي البارحة رئيس الجمهورية انتشر كتاب طلع أحد المجرمين اللي خامط له 180 مليار ومتهم بقضايا أخرى بجرائم فساد. هذا واحد. اثنين، أحب أوضح نقطة مهمة ذكرتها الضيفة الكريمة، أنه إعادة المحاكمة أبدا لا يقترن بموضوع العفو العام. هذا موضوع وهذا موضوع. إعادة المحاكمة موجود في الوقت الحاضر، يعني بإمكان ذوي المحكوم أو صاحب العلاقة زوجته أو أمه أو أبوه يقدم طلب إلى الادعاء العام اسمه طريق الطعن بإعادة المحاكمة وفق المادة 271 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويذكر به الأسباب، ويمكن إعادة التحقيق، فتح التحقيق مجددا وإعادة فتح القضية مجددا، أو بناء على توصية من لجنة حقوق الإنسان النيابية البرلمانية أو ما شابه ذلك. فهذا الطريق موجود. فالعفو العام لا يرتبط بإعادة التحقيق مع هؤلاء المحكومين. هذا الطريق موجود حاليا. هاي النقطة الثانية. العفو العام هو إسقاط كافة التهم عن المحكومين. يعني من يصدر قانون العفو العام ويكون يدخل حيز النفاذ وينشر بجريدة الوقائع العراقية، أو ما ينشر حسب القانون إذا ما ذكروا به يعني من تاريخ التصويت عليه يصبح نافذ، فيسري وتسقط كل الأحكام القضائية بعد ما تنفتح الإجراءات التحقيقية وغيرها كما ذكرت الضيفة الكريمة. هاي النقطة الثانية. بس النقطة اللي أحب أعرج عليها أنه المسودة اللي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب اللي أول البارحة صار اعتراض عليها، هي تضمن مادة واحدة فقط اللي هي تعريف بالجريمة الإرهابية. وهاي المسودة تضمن تعديل لمسودة رقم 27 لعام 2016 اللي أجري عليها أيضا تعديل أول عام 2017، وهذا يسمونه التعديل الثاني. بس التعديل الثاني ما بي أي مواد قانونية إضافية للتعديل اقترحتها الحكومة على أعضاء مجلس النواب، ولكن هذا لا يعني أن أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم إجراء تعديلات أخرى على مواد أخرى غير المادة اللي أرسلتها الحكومة. يعني بإمكانهم يعدلون المسودة بكاملها، بيضيفون، لأن هم السلطة التشريعية المخولة بموجب القانون لتعديل القوانين وتشريعها. نعم. طيب يعني حتى نفهم اللي ذكرتي. نعم، حتى نفهم. نعم. أستاذ صفاء، بالتالي يعني وجه الاعتراض، يعني هل يحق اليوم لمن يعترض، أو يعني الحجة التي تساق من المعترضين يقول لك إذا أنت حضرتك الآن تقول كل الجميع يعني بمجرد إقرار قانون العفو العام يعني الجميع راح يطلق سراحة، يعني حتى اللي متورط بالدماء. شوفي أستاذة، هذا شيء يقلق. ده وضحها، أريد أوضح نقطة. هو أنا أريد أوضح هاي النقطة. أولا، ماكو مواطن شريف يطالب بإصدار عفو عام عن المتلطخة أيديهم بدماء العراقيين أو المتورطين بجرائم إرهابية. هذا الشيء منتهين من عنده، يعني ماكو، بس فاقدي الضمير والإنسانية. الموضوع الآخر هو شقين به. الشق الثاني يرتبط باستقرار النظام السياسي، كما ذكرت في المقدمة أنه كل الدول في باقي البلدان قبل أيام النظام السوري أصدر عفو عن مجموعة 500 واحد من الإرهابيين، والحكومة العراقية اتخذت كافة الاحتياطات، خاف يدخلوننا ويرجعون علينا العمليات الإرهابية. قبل يومين الرئيس السوري أصدر عفو، وغيره، والنظام السابق بعام 2002 أصدر عفو عام وشامل سماته بيض السجون. سماته بيض السجون، أطلق كل المجرمين. فأنت أما تريد تعالج مشكلة اجتماعية وأنت خلص هذا اسمه عفو، تعفي عنه حتى لو مرتكب جريمة. لا، إذا مرتكب جريمة ما تريد تعفي عنه، لا تقول لك عفو،
انت اما تريد تعفو عنه العفو تسامحه وتصفح عنه وتفتح صفحه جديده ويا الشعب وسمي لي عفو عام وقرة. انت بكيفك، انت رؤيتك السياسيه تريد تقر العفو العام تقره، تصفح عن ابناء الشعب. ما تريد تقره لا تقول اكو قانون عفو عام وتخصص لهذا مجرم ما طلع او هذا مجرم بقي. هذا لانه هذا اللي دا يصير فقط سارق 180 يعني مختلس 180 شلون العفو شمل فقط ابو ال 180 مليار. لا 2002 ابو العفو خاص، لا العفو الخاص هذا للمدللين فقط، هذا هذا بس للمدللين اللي عند الحكومه يطوهم العفو الخاص. الطالب المحافظ النجف قضيه مخدرات هو ما يصير، والطالب ال 180 مليار واللي متهم اصلا العفو الخاص بالماده 73 من الدستور تقول لا يجوز لرئيس الجمهوريه اطلاق العفو الخاص بمقترح من رئيس مجلس الوزراء باستثناء الجرائم الدوليه والارهابيه جرائم ذات الحق الخاص اللي يقصد بها القتول وغيره والجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري. يطلع لي واحد محكوم بمية مجرم حاكمة أبو جناح الكرادة 5 سنوات على مبلغ 180 مليار بصفته الوظيفية حاكمة مو بصفته الشخصية، ومطلع بعفو خاص وانتشر البارحة الكتاب. لكن ارجعنا على نقطة مهمة حتى يعني نغادرها إلى أخرى، يعني إذا العفو العام العفو يعني العام متى ما أصبح نافذا يسمح للجميع بمغادرة يعني تبيض للسجون مثل ما تفضلت. حسب التعديلات المسودة اللي تطرح أمام مجلس النواب ويقرها مجلس النواب وتتضمن المواد القانونية، منو اللي يطلع ومنو اللي يبقى؟ إذا يريد يسوي عفو شامل يطلق نسخة من العفو العام ويقول نصفح عن الشعب ونفتح صفحة جديدة ونتفق اتفاق جديد. إذا يريد جزئي مثل ما اللي صار ب 2016 فهذا يسمونه عفو جزئي. يعني إحنا بالأسف بالقانون عندنا مفهوم يسمونه عفو عام، بس إحنا بمفهومنا القانوني والفقهي الفقهاء يقولون هذا مو عفو عام لأن استثنى بعض الجرائم. العفو العام بمفهوم المطلق هو عام وشامل لكل الجرائم مثل ما سوى ب 2002 بشكل الحالي مع التعديل فيما لو أقر حتى يعني بشكل الحالي بشكل الحالي ماكو عفو. هسه هو ماكو لو أقر نسخة ماكو مسودة. أنا هسه كقانوني ومختص ومحلل سياسي تسألني الناس أكو عفو عام، أني عندي جريمة كذا صك مشمول بالعفو، أني جريمة على القرار 160 مشمول، ما شنو أجاوبها؟ أقول له مشمول لو ما مشمول، إذا هي ماكو مسودة بها منو المشمول ومن ما قاعد مجلس النواب محدد منو المواد المشمولة والمواد الما مشمولة. بعد جلسة الأربعاء ورفعنا الجلسة وأجلنا الجلسة وراحت الجلسة ما ناقشوا مادة ولا مادة قانونية. الحكومة قلت لك دزت مسودة بها مادة واحدة تعريف بجريمة الإرهاب، هاي المادة موجودة تحبين أرسلها لك؟ موجودة ماكو أي مواد قانونية تم مناقشتها، ولذلك أكو لغط بالمفهوم العفو العام. اللي أريد أقوله حتى ما أطيل عليك شو على الضيوف، العفو العام يقترن بالإرادة السياسية لزعماء الكتل السياسية. متى ما توافرت هاي الإرادة السياسية لفتح صفحة جديدة مع أبناء المجتمع، لمعالجة قضايا اجتماعية، لاستقرار النظام السياسي، لمعالجة حالات اجتماعية معينة، يتفقون على إقرار عفو عام، يمضي العفو العام. أما بهاي الطريقة ربما ذلك ينسحب على بقية القوانين ومشي لي هذا ومشي لك هذا، ما راح نوصل العفو عام ولا يقدر المواطن نأمل نقول له أكو عفو.